القضاة الشرفاء أن ينظروا إلى القضية هذا، قضية أحمد الزويكي، قضية مشرفة، والله إني قضية مشرفة، قتل قريبة منه اغتصب أختها المعادة. أناشد الرئيس المرشح، أناشد البنت هذه أختنا قتل. القضية هذه قضية اليمن كان ما تحتاج القضية واضحة، في أي قانون إنك تدافع على شرفك ويقتلوا. بدو الرسول صلى الله عليه وسلم قال دافعوا على شرفكم، قاتلوا على شرفكم وعرضهم ومالكم. أناشد جميع الشرفاء اليمن كامل أن توقف مع الناس هذول ومع الأسرة هذه في أسرع وقت، وحكم الإعدام هذا القاضي اللي يحكم بإعدام، هل ترضي يا قاضي إنهم اغتصبوا أختك؟ هل ترضي يا قاضي إنهم اغتصبوا بنتك؟ هل أنت راضي؟ جاوبني، أنا شو أجاوبك؟ أنا لا أجاوبش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. قضية الرأي العام الآن في اليمن بشكل خاص وفي بعض البلاد العربية أيضا، قضية الشاب الذي حكم عليه بالإعدام في اليمن أحمد الزويكي الذي قتل غريمه في 2020 وحكم بالإعدام. نريد أن نتحدث عن هذه المسألة من عدة جوانب. هذا عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دافع عن عرضك، ويقصد به حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أمس تراجعت سلطة صنعاء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم أحمد زويكي الذي كان قد أدين بقتل قيادي حوثي من أسرة الأشول بعد اتهامه، اتهام الشخص هذا الذي هو من أسرة الأشول، باغتصاب شقيقة أحمد المعاقة. جاء هذا التراجع نتيجة الضغط الشعبي اللي تزايد خلال الفترة الماضية، مطالبا بالعدالة لأحمد الزويكي الذي اعتبر الكثيرون أن جريمته كانت رد فعل طبيعي على جريمة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها شقيقته المعاقة. وأفادت مصادر أنه تم العفو عن أحمد الزويكي بحكم قبلي دون المساس بالحكم القضائي أو إبطاله. والأخبار ذكرت أن حصل هناك جلسة صلح انعقدت بحضور رئيس لجنة حل القضايا، وشارك فيها أيضا بعض المشايخ بالإضافة إلى أفراد من أسرة الأشول، حيث قررت الأسرة العفو عن أحمد الزويكي بعد دراسة ملابسات الحادثة. طبعا قرار العفو جاء بعد مفاوضات كبيرة طويلة وجهود مكثفة من قبل لجنة حل القضايا وزعماء القبائل الذين سعوا جاهدين إلى تحقيق الصلح بين الطرفين وتخفيف التوترات. والقرار هذا لقي ترحيبا واسعا من قبل المجتمع اليمني والنشطاء الذين اعتبروا أن العفو يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها اليمن. الشاب أحمد الزويكي كما ذكرت حكمت عليه الميليشيات الحوثية بالإعدام بعد سجنه لمدة 4 سنوات بتهمة الدفاع عن شرف أسرته بعد اختطاف أخته المعاقة واغتصابها. القضية هذه حصلت من 2020، قام عبد الله الأشول باختطاف أخت أحمد اللي اسمها فاطمة والتي تعاني من تخلف عقلي يعني معاقة، وجرها إلى منزله واغتصبها أكثر من مرة رغم أن المتهم متزوج وعنده أطفال. فاطمة حملت، وبعدما علم أسرة فاطمة أنها حاملة تم إبلاغ الشرطة، لكن الشرطة أطلقت سراح المتهم بعد حبسه 6 أشهر فقط، ويقال أنه تم إطلاق سراحه بدفع مبالغ كبيرة. هذا هو الفساد الذي يحصل في النظام إذا كانت غير عادلة أو متزنة أو لم يمسكها ناس أهل لها. بعد أن تم إطلاق سراحه عاد مرة ثانية، أراد أن يتحرش مرة أخرى، والشاب أخوه أحمد يحاول أن يطرد من أمام منزله، لكن هذا المتهم كان معه سلاح مسدس، وخرج أحمد أيضا بسلاح، و نتيجة تبادل إطلاق نار أصيب المتهم. عندما قبض على أحمد كان صغير، لم يبلغ السن القانوني كما يذكرون، كبر بعد 4 سنوات
وحكموا علي بالإعدام. هذه القصص التي تحدث في المجتمعات هناك أسباب لحصول مثل هذه القصص. السبب الأول والرئيسي هو البعد عن الدين وعدم وجود ضمير في داخل الإنسان. هذا الشخص المتهم الذي هو عبد الله لا شك أنه لم يراعي حق الله سبحانه وتعالى، ثم لم يراعي حق هذه المسكينة المعاقة التي لا حول لها ولا قوة تأخذها تختطفها تزني بها. إلى أي درجة يصل النذالة والحقارة بالشخص؟ أولا لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ثم لا يراعي وضع هذه المسكينة التي هي معاقة أصلا لا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها. وهذا لا يعني أن غير المعاقة مسموح أن تتحرش بها، لا أبدا، أنك لا تقدم على مثل هذه الجرائم. المهم فساد السلطة وفساد القوانين، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. إنما لا تكون البلد قائم على قانون صارم وشريعة ثابتة وقوانين إسلامية تطبق، لابد أن يحصل مثل هذه التجاوزات التي هي تعدي في حق الناس وتعدي في حق المسلمين. الظالم يطغى والمظلوم لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا تجد من يناصره أو يدافع عنه. لكن الحمد لله كانت هناك حملة قوية جدا في الدفاع عن الأخ أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده للخير، وأن يكون هذه القضية عبرة ودرس للباقين وللآخرين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.